فحبينا ان احنا نعمل عمل فني بداية يبقى انترناشنال عشان نقدر نخدم مدينة عمر سعادة ونوفر لها الفند الدائم لانها تبقى موجودة في مصر. الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها مش ان احنا عايزين ندمج الاطفال من ذوي الاعاقة او ذوي القدرات الخاصة مع الانسان العادي، لا بالعكس، احنا عايزين الاندماج ده يفضل مستمر ونخرج المواهب اللي مكبوته جوه الاطفال من ذوي الهمم، لان الناس دول عندهم مواهب تمام موجوده، بس مين يبحث عنها، مين يطلعها، مين يحس بشانهم بامرهم. المسج دي كانت رسالتي وانا في الجامعه، يعني كان كل البروجكتس بتاعتي كنت بدرس جرافيك ديزاين، فكانت كل السوشيال كامبينز اللي انا بعملها ليها علاقه بالديسابيليتي. يعني اي فيل اول مره في حياتي ابقى سراوندد بكل الارتستس دي، وكل واحد عنده their own style، فا اتس فيري انسبايرنج.